من الطرق الحديثة لعلاج العقم اللي هي مثل الطريقة محسنة من الـ IVF اللي هو الحمل الأنابيب اللي هي نسميها التلقيح المجهري اللي هو الإكزي. بيتم أخذ البويضة من خارج الرحم اللي هي صاحب البويضة من الزوجة، وأخذ الحيوانات المنوية مع غربلتها وتحسينها بتقنيات حديثة، ووضع الحيوان المنوي داخل السيتوبلازم تبع البويضة، وبعدها بتم متابعة التطورات والانقسامات للأجنة، وبعد تقريبا من 3 إلى 5 أيام تقريبا بيتم إرجاع الأجنة إلى داخل الرحم. هي تقنية سهلة وحديثة ونسبة النجاح فيها مرتفعة نسبيا، تقريبا توصل لغاية 66%. وسلامتكم.